أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن مسيرة فريق باريس اف سي الفرنسي الذي تعتبر مملكة البحرين شريكا أساسيا معه تسير في طريق تحقيق الطموحات والأهداف، مبينا أن الفريق خاض مباراته الأخيرة في الدوري الفرنسي والتي انتصر فيها على غرونبول بهدفين مقابل لا شيء تحت شعار لا للعنصرية، في تأكيد على دور البحرين للعب ضد العنصرية. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فريق باريس اف سي الفرنسي عرف عنه أنه يرتدي قميص فيكتوريوس البحرين طوال الموسم الحالي، ولكنه تم الاتفاق على أن يخوض مباراته ضد غرونبول بشعار لا للعنصرية، وسيعود في المباراة القادمة بشعار فيكتوريوس البحرين للظهور من جديد في الدوري الفرنسي. وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ سعادته بفوز الفريق بهدفين نظيفين وتأكيد مكانة الفريق في المنافسة على المراكز المتقدمة، مشيرا سموه إلى أن الفريق قادر على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة في الجولات القادمة، مبينا سموه أنه حريص على دعم الفريق في مواصلة إثبات جدارته واستحقاقه في المنافسة.